صباحكم بالخير مشاهدينا بلبنان وذي تويست. رجعنا نبرم ونكتشف ضياعنا الحلوة واللي فيها أمور كتير لنكتشفها وضروري كلنا نزورها. اليوم الحلقة مخصصة لضيعة موجودة بجبل لبنان بقضاء علي، تبعد 29 كيلومتر عن بيروت وعلى ارتفاع 800 متر من سطح البحر. عم بحكي عن ضيعة عبي. أنا أكيد الأكترية ما بيعرفوا عن هالضيعة الصغيرة، لهالسبب مخصصت الحلقة اليوم لهالضيعة. في اللي بيحبوا الهايكينج، المشي بالطبيعة، ما إلكن إلا تروحوا تكتشفوا التريلز بعبي. يلي بيحبوا التراث وبيحبوا البنى والبيوت التراثية، ما إلكن إلا تحولوا على عبي. وإذا بتحبوا التاريخ والقصص التاريخية كمان ضروري تروحوا وتكتشفوا عبي. ما هيك أستاذ؟ معلوم. عماد، أهلا وسهلا بالكل، وأنا بدي أشكرك على الاستضافة كمان. عماد حمزة، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. حضرتك مدير مركز السياحة والتراث ببلدة عبي. صح. يعني هالبلدة الصغيرة فيها كل هالأمور، كيف بالطبع. جمعت كل هالأمور فيها؟ أول شيء عبي هي نحن ملخصها بكلمتين، التاريخ والحلا. التاريخ في عنا تاريخ عتيق قديم، وفي عنا الحلا، حلا الطبيعة وحلا أهل الطيبين كمان. صحيح، ورح نشوف عنا بالصور أكيد. المناظر الطبيعية الخلابة والبيوت التراثية اللي بعدكم محافظين عليها، هي أهم شيء. محافظين عليها، والبيوت العتيقة في بيوت كتير عم تترمم حتى ترجع مثل ما كانت وأحلى، مع التركيز على الحفاظ على الطراز اللبناني القديم الحلو. أول شيء بيطلع ببالنا أستاذ إنه كل ضياعنا التسمية لألون إلى قصة. ليه عبي اسم عبي؟ في إلى معنى صحيح؟ أول شيء معلوم إلى معنى، وبعدين عبي يمكن نحن هلأ بنعرف كلنا سوا إنه كلمة عبي باللغة العامية تعني شجر الكثيف. وعبي كلمة سريانية اشتقت من الطبيعة الحلوة، الشجر الكثيف، المي الموجودة، مشان هيك عبي هي بتعني شجر الكثيف. عم نحكي عن نوع محدد من الأشجار ياما بالمطلق شجر كثيف، وبالتالي يعني في مساحات ومسافات خضرة كتير كبيرة فيها. في مساحات خضرة، عم نحكي نحن أكتر شيء على السنوبر السنديان العتيق. عم نشوف بالصور. في عنا شغلة كمان كتير حلوة، شجرة الميس اللي هي قديمة كتير، ونحن عم نضوي عليها لانه هي كانت تنزرع قدام البيوت التنوخيه والاماكن الدينيه، يعني قدام كل كنيسه، قدام كل مزار في عنا نحن شجره ميس اللي هي كانت تفيع الكل للزوار واللي ناطرين القداس حتى يبلش، ونحن هلا عم نعمل حصر لها حتى نقدر بعد فتره كمان نقدر نلاقي طريقه نحافظ عليها اكثر ونشجع زراعتها وتتكاثر. كنت خبرتني أستاذنا أنه في كتير كنايس ومقامات ومزارات بهالضيعة الصغيرة، يعني التعايش كان شيء كتير مهم عندكم وما زلتوا عايشين. صح. بهالتعايش. صح. بين بعض. التعايش بعبي كتير مهم. عبي هي عبارة عن لبنان الصغير، لبنان المحبة، لبنان السلام، لبنان الأمان، لبنان الرسالة. هلأ عبي فيها من جميع الطوائف، فيها سبع كنائس لمختلف الطوائف المسيحية. فيها معظمهم كانوا يعني معظم أبنية تنوخية قديمة. في عنا مثلا كنيسة مرمرون العمرة تقريبا حوالي 400 سنة، اللي هي بناء قديم تنوخي. بالصورة شو عم نشوف؟ هلأ عم نشوف هيدا، كنا عم نحكي عن ترميم البيوت. هيدا بيت قديم من القرن 18 ترمم. إذا عم نشوف هلا الطابع اللبناني العتيق اللي رمم البيت استعان بصور قديمة وبمعلومات حتى رجع البيت مثل ما كان. وهيدا البيت قرب يخلص بعتقد من هلا لشي تقريبا شهرين بيكون. وكنت ذكرت لي كمان تحت الهواء أستاذنا إنه بعبي في أقدم بيت مأهول. بالضبط. البيت تراثي مأهول. إي نعم. هيدا منزل سيف الدين التنوخي، احد الامراء التنوخيين، واللي خاله للامير السيد عبد الله التنوخي اللي هو احد كبار الاعلام الدينيين الدروز، وله مقام كثير مهم بعبي، وله وجود واحترام عند الكل. بس ما اجمل الممرات بين البيوت بالضيعة. لحظه مثلا هلا الصوره هيدي، هيدا الدرج اللي بيودي على السوق العتيق. على الشمال وعلى اليمين في بيوت مسكونة أو مأهولة حالياً. رح نتابع أستاذنا بموضوعنا عند بلدة عبي ما بعد هالوقفة.
متابعين بفقره لبنان ودي تويست، وعم نحكي عن بلده عباي مع ضيفي الاستاذ عماد حمزه مدير مركز الثقافه والسياحه مركز عباد للسياحه والتراث. كنا عم نحكي عن اقدم بيت تراثي ماهول بلبنان، كنت عم تخبرنا انه يعني انبنى بال 1400 تقريبا، عمره حوالي 800 سنه. وصنف سنه 1946 كاقدم بيت ماهول في لبنان. البيت بيتضمن قسمين، في قسم معني في قسم تنوخي وفي قسم شهابي. القسم التنوخي هلا بده يترمم، في فكره يترمم، بينما القسم الشهابي هو هلا صار ساكنين فيه وقاعدين فيه، وكل زوارنا بيطلعوا على عباي بيزوروا القسمين. بيزوروا القسم الشهابي اللي هو مؤثث بشكل كثير مرتب، وفي كمان الصالون في معرض كثير حلو لاشياء مقتنيات. يعني اللي بيطلع بيزور الضيعه قادر انه يزور هذا البيت، علما انه هو ماهول، يعني مسكون من يعني بالضبط. نعم، هو ماهول وفيري ويل مينتيند، يعني كثير صيانته مهمه ومرتبه. عم نحكي عن هذا البيت؟ لا، هيدا اللي عم نشوفه هلا، هيدا بيت، هيدا الميتم، ميتم الاباء الكبوشيين. اذا بتلاحظي في قسمين، في قسم عتيق هو تنوخي لهالميله، وفي قسم شاب اضيف له لما الاب يعقوب الكبوشي عمل المبنى هيدا. هلا المبنى اذا بتلاحظي القسم اليمين تقريبا عمره شي 400 سنه، هو بناه الامير منذر التنوخي اللي كان والي بيروت سنه 1623، وبيتضمن ببعض بالجهه الجنوبيه منه ابراج للحمام الزاجل، كانوا الحمام كان يتواصل مع قيادته ببيروت مع القياده العسكريه تبعه بعباي عبر الحمام الزاجل. الحلو انه محافظين على كل المعالم مثل ما هي. بالضبط، هيدا هلا هو المبنى عم بيترمم كمان بشكل كثير مرتب من قبل الاباء الكبوشيين، وعم بيستعينوا كمان بمتطوعين من خارج لبنان. طيب اذا بدنا نحكي عن المراكز الثقافيه، لانه فيها كثير يعني الضيعه، شو في مراكز ثقافيه ممكن الزائر انه يطلع ويزورها، يعني مؤهله للزوار؟ اول شيء في عنا عده معالم ثقافيه. في عنا المدرسه الداوديه اللي بناها داود باشا الارمني وسميت على اسمه داوديه، واللي تحولت بال 2012 للجامعه اللبنانيه الفرع الثاني كليه التكنولوجيا، من بعد ما هي خرجت عدد كبير من المثقفين اللبنانيين. في عنا كمان نحن كليه الامير السيد عبد الله التنوخي بال 2018 كليه معترف فيها من وزاره التربيه، بس هي إلى طابع ديني. في عنا المدرسه التنوخيه الوطنيه كمان من المدارس القديمه. وهون بدي اذكر شغله، انه الجامعه الامريكيه ببيروت، الجامعه الامريكيه ببيروت فكره انشائها بلشت دابه. صحيح، كنت خبرتني هلا. في نحكي بس عنها شوي، لانه تفضل. سنه 1841 احمد ارسلان على راس وفد من اعيان الدروز من بيت جنبلاط تلحوق عبد الملك القاضي، راحوا زاروا ويليام تومسون اللي هو كان احد الرؤساء الارساليه الانجيليه اللي اجوا على لبنان، وطلبوا منه انشاء مدارس. اعطاهم وطلبوا، كان وحده بعين عنوب وحده بدير القمر. رجعوا اختاروا عباي تتكون. شو السبب لاختاروا عباي؟ السؤال حلو. يعني اختاروا عباي اول شيء بالاضافه لموقعها، طبيعه اهلها. يعني اهلها كانوا منفتحين، التعايش بالزبط اللي كان بيناتهم، يرحبوا بالضيف، مع انه يعني تاريخيا بنعرف انه البروتستانت اضطهدوا بفتره لما اجوا على لبنان. عباي جماعتهم حضنتهم. عباي بال 1644 عمروا المدرسه السوريه الانجيليه اللي علم فيها بعدين معلم بطرس البستاني، واللي كان فيها دانيال بليس، واللي كان فيها فان دايك، وكلهم هيدا كله موثق، يعني كلهم كاتبين عن هالموضوع هيدا، بخبرونا انه يعني معلم بطرس البستاني ترجم الانجيل بعبي. يعني في شغلات كثير حلوه، في اماكن كثير رائعه بعبي، يعني اللي بهمه البيوت التراثيه موجوده مثل يعني الطبيعه والتراث والتاريخ مجموعين بهالضيعه. خلينا نحكي شوي عن المسارات الطبيعيه. يعني هيدا مثلا فينا نشوف هيدا المبنى التنوخي.
هذا القصر التنوخ. ومرمم وكل العالم تقدر تزوره يعني هل الشغلة الحلوة. التريلز اللي الموجودين بالضيعة كم تريل عندكم اللي بحبوا الهايكينج اللي بحبوا يطلعوا ويمشوا بالطبيعة شو يعني بيكونوا مفكرين انه ممكن يشوفوا بضيعة عبي؟ عبي اول شيء نحن هلا عندنا ثلاثة تريلز جاهزين يعني فينا نمشي فيهم، الرابع عم يتحضر. بس نحن من بعد ما شفنا انه كتار عم يزوروا الضيعة للهايكينج ما بيعرفوا الضيعة شو فيها. صحيح. نحن شو عم نعمل؟ عملنا نعمل كومبينيشن بين الضيعة التراث المعالم الدينية الثقافية وبين الطبيعة. شو بيختلفوا الأربع تريلز عن بعض؟ أول شيء مثلا بيختلفوا أول شيء في شيء بالجبل فوق بجبل المطير اللي هو نحن يعني عبي على سفح جبل المطير وباتجاه بيروت وفي كمان بالوادي ما حد بيشوف مثلا أشجار الليمون والحمضيات والزيتون وهالشغلات وفي كمان بين السنديان وكل طريق مسمينا اسم مثلا في عنا طريق مسمينا درب الريحان أنه كان في ريحان اللي هو الحمبلاس الشكل هذا في عندك بعدين درب العتيق درب العتيق اللي هو بتنزل فيه بتمشي باتجاه الوادي وبتمرق عبر عبي العتيقة. والأشخاص اللي بدهم يطلعوا ويمشوا على هالدروب كيف بيتواصلوا ومين هن الأشخاص اللي بيمشون؟ يعني في أدلة محلية مؤهلين إنه يمشوا الزوار؟ نحن مسمينهم مضيفون مش أدلة سياحيين لأن بدهم شهادات. بدل المضيفون هن أولاد الضيعة وصبايا الضيعة اللي تحمسوا لهالمشروع هيدا ونحن بنستعين بعدد منهم لما يكون في عنا مجموعة حسب العدد يعني إذا عدد صغير واحد أو اثنين، إذا كانوا أكثر لا في جروب بيساعدهم وأكيد تحت إشراف المركز. وبالنسبة للتور اللي بنعملها نحن بالأماكن التراثية والسياحية أنا الكمان أنا اللي بحكي. يعني الإكسبيرينس بنضمنها إنها روعة. Perfect. تجربة روعة وخبرة. Perfect. روعة. أستاذ عماد حمزة مدير الثقافة مدير المركز الثقافي والسياحي ببلدة عبي بدي أشكرك وإن شاء الله هيك تضلكم عم بتطوروا بالضيعة. شكرا لك. هون بدي أذكر شغلة، نحن بالمركز موجودين كل يوم بين التسعة والثلاثة وتليفوناتنا موجودة ومركزنا ما بيضيع وناطرين الكل ان شاء الله. الاسبوع المقبل طبعا حلقه جديده وموضوع جديد من لبنان وذي تويست وانا برجع بطلع عليكم نهار الاربعاء الله راد بفقره على فكره وهلا بريك ومنتابع